وياد علاء وفاز في 2010 2010, 2010 ايضا وتم سلب حصته بان يكون هو رئيس رئيس اذا احنا نؤمن انه الفائز مو دائما هو ياخذ الحكم لكن عمليا عمليه تنظيمك وعمليه كسب الموارد البشريه وعمليه صراع الحق والباطل اللي نبحث عنه يحتاج ان نكون في كل المناسبات ان نروج للحق الحق والباطل؟ طبعا منو الحق منو الباطل؟ دائما ما تكون السلطه على باطل أه. دائما مو هذا. لا مع حكومة بني العباس وغيرها لا, لا دائما هي دائما <applause> بالتالي, بالتالي 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 أن تمتلك موازنات انفجارية م. وكل ما تمتلك وتقود الدولة من 2003 إلى 2023 ولغاية هذا اليوم شعبك بلا مي ولا كهرباء هاي مشكلة من نقول أني حتى في هذه حكومة الإطار التنسيق سيد محمد الشاعر السوداني في أكثر من مناسبة الدولار واقتنوا الدينار زي. شنو بالنهاية شنو شنو اللي جاي يصير حتى عمليا المشاريع اللي جاي يطرحوها عملية تبليط السبويس يحسسوا أو محاولة كهرباء يحسسونا كأنما مرشح رايح للانتخابات مو حكومة تريد تشتغل وجاي تسمع احنا حتى على المشاريع اللي جاي يصير ما بيها خطط بالتالي تطلع بيها التعارضات قد توقفها سنين والشوارع انفتحت هاي الأشياء في انعدام التخطيط اللي موجود أنا أعتقد هاي الحكومة تعجل فيه <تصفيق> <تصفيق> <متحدث> مع انه احنا نصر انه هي من متبنيات الاطار، في بعض الاحيان الاصدقاء كثير منهم يتحدثون انه هي احنا داعمين لحكومه محمد الشاعر السوداني، لكن هي في الحقيقه هي متبنيات الاطار التنسيقي، وليس ملحقات الاطار التنسيقي، وانا اخص <متحدث> في ملحقات الاطار التنسيقي التقدم والخنجر وغيرهم من هذه الاسماء، وايضا الكتل الكرديه سواء البرزاني وطلباني وغيرهم، انا اعتقد هم ملحقات ياخذون الوزارات ومبدا طمطم لي وتنطم لك المستشري المحصل المستشري في هذه في هذا السلطه من 2003 ولغايه هذا اليوم مستمر وبالتالي انا اعتقد من غض البصر عن فساد غيره سيغض الاخر البصر عن فساد فساد الاول وبالتالي القافله يريدها ان تبحر الى 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 الخاتمه وهي هي مكبله بكثير من الاشياء التي ممكن ان تغرق فيها